ولا شيء لوق بين الثلوج. ايش رايك يا واد شارد من الثلج؟ اي والله شارد من الثلوج نلقاها في كل مكان. سلطان وراك الثلوج والله. شيء بس ثلوجهم غير يا خوي. ثلوج دافية. ابوي سلطان كفرات ما يوينتر ترى. مغيرين مكان؟ كفرات ما يوينتر. وان شاء الله يكون شيء مكان جميل وكذا. وصلنا منطقة ثانية ما صورت كثير والله تعب ورحنا كم محل لقيناه مقفل نحن نلعب هنا قاعدين شو اسمه ذي اللعبة نسيتها بولينجاية صغيرة طيب ما بيجي له اجل. تعال قهوه تكفى. والله الواحد بس ما شو ترى عنده قهوه. يلا صباح خير. دوبنا صاحي. مو دوبنا قبل ساعة صحيين. المدينة تقفل. زي ما انتم شايفين مقفلة. الحين نروح ندور لنا مكان نفطر
ونتحرك على الجزيرة أو هنستنى المود. طبعا فيديو إذا ما كان كفاية فرح زي ما تقولوا نكمل في الجزيرة لأنه ما كان في أحداث كثير تتصور، فعشان كده بس وصلنا الجزيرة الحمد لله بعد رحلة متعبة جدا. كانت المسافة بعيدة والظروف كانت يعني زي ما شفت الثلوج ودنيا. قبل ما أتكلم عن أي شيء، في فقرة حتكون إن شاء الله في كل فلوك حتكون عبارة عن تغريدة، حتكون عبارة عن مثلا حديث عن أي شيء في ديننا الجميل، لغتنا العربية، لغة إنجليزية، يعني شيء يكون مفيد نضيف فائدة للفلوك. أسيبكم مع الفقرة ونرجع لكم. طيب أتمنى تكون عجبتكم الفقرة أو الفكرة. طيب دحين نتكلم عن الفلوق. الفلوق حيكون رقمه 19.5 لأنه أنا ما أعتبره فلوق كامل، لكن الأشياء اللي صورتها نزلتها. الأسباب إنه زي ما تقولوا أول شيء ما كان في شيء كثير يتصور، ثاني شيء يعني وقفت التصوير لأسباب ما نحب أذكرها صراحة، وغير كده التغيير الخطة ان رحنا مدينة ثالثة، المدينة الثالثة تقريبا يعني قد زرتها يعني في الفلوق 16 فقد صورتها، يعني مدينة صغيرة اصلا فما يحتاج اني اصور ثاني، لكن قلت زي ما قلت اللي صورته ونزلته. هذا شيء. في شيء بتكلم عنه اللي هو السفر، ايش عيوب السفر. السفر اذا ما كان في تخطيط راح يكون النتيجة كالتالي: زيادة مصاريف، إرهاق، تضيع وقت. بكل بساطة المنطقة التي بتروحها أو تسافر بعيد كان جوة بلدك أو خارج بلدك، ما عليك إلا أنك أول شيء تبحث عن المنطقة، تدور عن سكن، تدور عن الأكل، يعني آخر زي المنطقة اللي رحناها ما كان فيها أقرب تموينات، كانت تقريبا تبعد عننا ربع ساعة وما كان فيها متوفر شيء، يعني بدأت مثلا ندور نوعا ما أكل حلال أو أنه على الأقل دجاج، ما لقينا، كله كان أكل غير صالح بالنسبة لنا للأكل. اضطرينا ننزل نأخذنا نص ساعة عشان نلاقينا، فكان لازم نبحث أكثر وأكثر وأكثر. فهذه الثلاثة نقاط لازم تركزوا عليه عشان لا زي ما قلنا الفلوس تنصرف زيادة والوقت يضيع وإرهاق الفاضي. وبس هذا اللي عندنا اليوم، وإن شاء الله يكون عجبكم النص الفلوق ونشوفكم إن شاء الله في فلوقات تانية. وأي اقتراحات صدورنا مفتوحة وحساباتنا موجودة، ونتمنى الدعم لأنه اللي ظهر معانا إنه قناتنا منتشرة على المدينة اللي احنا فيها بشكل بسيط وأضعف على الولاية وأضعف على الدولة، بحكم انه قناتنا نوعا ما يغلب عليها الطابع العربي، فنحتاج انها توصل للدول العربية او للعرب بشكل كامل، وان شاء الله تكون يعني نقدم الشيء الافضل ونحاول نتطور كل فيديو عن فيديو، الفلوقات او كانت الطبخات او التجارب او الى اخره. ونشوفكم على خير. السلام عليكم.